يتصاعد تهديد الغزاة الأتراك ومعهم العملاء لسرت والجفرة، ويتصاعد تحشيد المرتزقة والإرهابيين الذين أتى بهم أردوغان من وراء البحار، وتتصاعد حدة الخطاب الإعلامي الإخواني الإرهابي الذي يتوعد وأرغى وأزبد. الكل يتحدث عن سرت القرضابية التي لقن فيها المجاهدون دروسا دونها الإيطاليون في مذكرات قادتهم عبر التاريخ، سرت التي جاهدت فيها قبائل ليبيا أجمع وحمت ثراها وروته بالدماء العطرة، سرت التي خاض فيها جيشنا البطل صولات وجولات تصدى فيها للميليشيات والإرهابيين وداعميهم ليهزمهم شر هزيمة. سرت اليوم تضرب موعدا مع الأمجاد كما عهدناها، جيشنا البطل يرابط على تخومها وعيون أبطاله تراقب تحركات جنود الغزاة الأتراك وكل من تحالف معهم. أيدي جنودنا على الزناد لتنهي أحلام سلطان الإرهاب ولتقضي على كل من قد يفكر بالاعتداء على أهلنا وأرضنا وقوتنا. تبدو ليبيا هذه الأيام وكأنها تعيش لحظة هدوء ما قبل العاصفة، هذا على الأقل ما توحي به تهديدات حكومة الصخيرات في طرابلس، بجانب التعزيزات العسكرية الضخمة والمتطورة التي تدفع بها تركيا إلى ليبيا، إلا أن تكريس الهدوء أو اندلاع العاصفة سيظهر حتما من خلال تحديد مصير مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة، حيث أن سيطرة حكومة الصخيرات على هذين الموقعين لا يمكن أن يتم من دون انخراط تركي أكبر في القتال. وبحسب مصادر أن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى قاعدة عقبة بالنافع الجوية التي تسيطر عليها ميليشيات السراج، وذلك بعد القصف الجوي الذي تعرضت له القاعدة ودمر دفاعاتها الجوية. وتأتي هذه التحركات بالرغم من الدعوات الدولية الرافضة لذلك، لما يشكله من خطر على مساعي السلام داخل ليبيا، خاصة أن هذا التدخل وصل إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك إيصال المعدات المتطورة وأعداد المرتزقة المشاركين في القتال. وتعمل أنقرة حاليا على نشر منظومة دفاع جديدة بدل التي دمرت في عقبة بالنافع جراء قصف جوي، إلى جانب استمرارها في ضخ الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى طرابلس، الأمر الذي بدا يقلق المجتمع الدولي من هذا التحشيد العسكري، ما يشكل ارتفاع وتيرة التدخل الأجنبي المباشر في النزاع، بالرغم من حظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في برلين. مشاهدينا حياكم الله إنما كنتم، وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة على شاشة ليبيا الحدث، والتي كما عودناكم نواكب فيها الحدث أينما حل وأينما كان. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ مختار الجدال، أستاذ العلوم التاريخية أو أستاذ التاريخ بالجامعات الليبية والمهتم بالشأن المحلي، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي. أبدأ بك أستاذ أو دكتور مختار فيما يتعلق بالمرحلة القادمة أو المعركة الكبرى كما يسميها الإعلام الآن، المعركة الفاصلة في مدينتي سرت والجفرة بين القوات المسلحة الليبية والغزو التركي إذا ما أقدم على تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمت له من قبل القوات المسلحة الليبية وأيضا الشقيقة مصر. أولا تحية ليك، شكرا أستاذ أحمد على الاستضافة، شكرا لمعدة الحلقة أستاذ انتصار محمد. ثانيا أنت ذكرت في تقريركم أو ذكرتم في تقريركم القرضبية، لازم نفهم معنى القرضبية. القرضبية ملحمة تجسدت فيها الروح الوطنية، معركة ضد الإيطاليين قريبة من سرت 1915. الطليان جهز حملة بقيادة مياني باتجاه برقة، واستعد المجاهدين بقيادة صفي الدين السنوسي وأحمد سيف النصر ولطيوش و عدد من القيادات والطليان جاء بمعية القوى المساندة اللي هي الميليشيات الليبيين
اللي وقفوا مع اللي وقفوا مع الطليان واللي ساندوا الطليان في الحرب واللي الطليان دارهم باندات وبدا يعطي فيهم في فلوس ويسلح فيهم. وفي القرضبية بدأت المواجهة. كان في رمضان السويحلي قائد باندا داعمة للإيطاليين، ولما بدأت الحرب وحس رمضان أن الطليان سيخسرون المعركة انقلب على الإيطاليين و لما انقلب على الإيطاليين دعم حركة الجهاد في تلك المعركة وأخذ كل الغنائم إلى مدينة مصرات. هذه المعركة يريت نحن في القرضبية 2 مواجهة الجيش الليبي أو القوات المسلحة العربية الليبية ضد الأتراك والميليشيات الإنكشارية الداعمة للأتراك أو المستقوية بالأتراك، ما أشبه اليوم بالبارحة. هي نفس المشهد يعيد نفسه. هذا المشهد محتاج الآن لاستكمال الصورة. نبو حد من مصراته يتطوع أو ينشق عن الأتراك وينشق على الإنكشاريين أو الميليشيات العصابات المسلحة اللي جاية تبي تحتل حقول النفط، تبي تحتل موالي النفط. هم همهم الوحيد الأتراك ولا العصابات ولا ما يسمى بحكومة الوفاق. ليهمهم مواطن محتاج إلى سيولة، محتاج إلى كهرباء، محتاج إلى خدمات. لا، هم يهمهم إنهم يحتلوا حقول النفط ومواني النفط ويصدروا النفط وياخذوا إيراداته لمصلحتهم هم فقط. طبعا هذا كله بتخطيط خبيث من جماعة الإخوان المسلمين اللي مسيطرين على المشهد الآن في طرابلس وفي مدينة مصراتة وفي تركيا أيضا. والهدف العام لهذه المجموعات أو لهذه القوة اللي الآن تحشد في بقرين وتحشد في الوشكة وتحشد في برات العسون، هذه القوة بعد حقول النفط والمواني النفطية هم يريدون إعادة الإخوان إلى مصر. ليش يقولوا إن الأمن القومي المصري مهدد؟ ليش؟ الأمن القومي المصري مهدد فعلا عندما يعبرون سرت والجفرة وتبدأ عندهم قواعد في القرضبية وقاعدة الجفرة، يستطيعون إطلاق طائرات باتجاه مصر. هو هدفهم الإخوان المسلمين، هدفهم العودة إلى حكم مصر التي خرجوا منها صاغرين 1913. إذن الأمن القومي المصري الآن متمثل في السرت والجفرة. أيوة، هذا الخط الأحمر اللي حدده السيسي، رئيس السيسي، هو فعلا أمن قومي لمصر. أيضا الجيش المصري مش محتاج إلى من يقول له تعال حارب. في 1973 الجيش الليبي اللواء التاسع بالتحديد اللي كان في طبرق دخل إلى مصر لمؤازرة الجيش المصري في حرب ضد إسرائيل. نعم. إذن احنا عندنا تجارب سابقة. في الجيش الجزائري أيضا مر من ليبيا عبر الطريق الساحلي اتجاه مصر إلى مصر، دعم لمصر. إذن احنا محتاجين الآن إلى جيش مصري يدخل إلى ليبيا لإنقاذها من الأتراك، ومحتاجين أيضا إلى جيش جزائري. ليش لا؟ حتى الجيش الجزائري بإمكانه الدخول وحماية ليبيا من الأتراك مثل ما فعلوا في عام 1973. كانت هناك هبة عربية، السعودية قطعت البترول، الدول العربية ساعدت مصر، الجيش الليبي دخل إلى مصر، الجيش الجزائري دخل إلى مصر، كان في دعم لكي أو
حتى انتصرت مصر 1973 وعبرت خط بارليف كان في دعم عربي. نعم. هذا الدعم العربي سواء كان سياسي ولا اقتصادي ولا عسكري لكن كان على دعم على نحن الآن. نعم. محتاجين إلى هذا الدعم. نعم. طيب على ذكر الدعم العربي الذي تحدث عنه منذ قليل عبر التاريخ بين الجيوش العربية أو توحيد الصف العربي ضد أي غزو غاشم أجنبي خصوصا العثماني القديم الجديد، هناك من يرى في صفوف حكومة الصخرات في طرابلس بأنه استدعاء للأجنبي في الحرب ضد الغزو التركي في بلادنا ليبيا. الحقيقة لم يروا إلى استعانتهم بالغزاة الأتراك أو الدعم التركي المباشر الآن لاحتلال ليبيا الذي بدأ يتحدث نيابة عن هذه الحكومة عبر رؤساء الأركان ووزراء الداخلية والدفاع، لا وجود لأي فرد من أفراد حكومة الوفاق على الصورة خصوصا في هذه المعركة المصرية الآن. طبعا صلف تركيا الآن تركيا الآن هي المسيطرة على غرب الوطن. تركيا لا فيش حكومة، لا ما فيش حكومة، لا حكومة وفاق ولا 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 فيها مجلس رئاسي ولا فيه ولا فيه الليبيين يتحكمون في المشهد. الآن المتحكم في المشهد أردوغان ووزير دفاعه ووزير خارجيته. وزير خارجيته أول أمس صرح قال أنا لن أجلس مع الليبيين، بعدين صرح يقول حكومة الوفاق حكومة الوفاق غير موافقة على وقف إطلاق النار، لابد من أن الجيش الليبي يترك سرت والجفرة أولا. إذن السلطة والقرار ليس بيد جماعة طرابلس أو حكومة طرابلس، ليس بيدها، هو الآن عند الأتراك. يعني معقولة في مواطن ليبي في طرابلس في غرب ليبيا ولا في يعقل أو يفكر هذا التفكير يقول يسمح للأتراك بالدخول لحماية العصابات والميليشيات ويرفض دخول جيش عربي لحماية أمنه القومي، أمنه القومي لحماية أمن القومي المصري؟ يعني معقولة إلى هذه الدرجة الناس بدأت تفكر في التفكير الساذج؟ يعني أين ذهبت عقولكم؟ يعني لماذا ليش الأتراك خاصة وأن الأتراك لا يقاتلون بالأتراك، هم يقاتلون بجنود انكشاريين. عدنا إلى التاريخ من 1551 عندما جاءوا العثمانيين، جاءوا بالانكشاريين، جابوا جنود ميليشياويين من المجر على وزن المرتزقة الآن. نعم. على وزن المرتزقة. مرتزقة الانكشارية هي عبارة عن عسكرية مرتزقة مرتزقة. كل الجنود، كل حتى قراصنة البحار، درغوت باشا أصلا قرصان، مراد باشا أصلا قرصان. يعني قرصان شو معناها؟ معناها في البحر يقطع الطريق على السفن ويأخذ الغنائم. جابوه كلفوه قالوا له امشي احتل طرابلس. يعني هو في الحقيقة الأمر قرصان بحر، هو سارق، هو قاطع طريق، هو عصابة. الآن تتكرر نفس الإشكالية، عصابات المرتزقة السوريين والتركمان وأخذوهم من إدلب ومن شمال سوريا بمقابل مادي 2000 دولار في الشهر ولا مش عارف كم، ونقلوهم إلى طرابلس، والآن يحشدوا فيهم في سرت. المعركة خاسرة ليهم، لأن هذا ما لا يدافع على وطن ولا يدافع على، هو على شيء يدافع؟ يدافع من أجل قوته. نعم. يعني خذهم ال 4000 دولار واطلع. ما هذه القصة؟ قصة أنت جايب لي ناس يحاربوا فيها، يا ريت يحاربوا فيها ليبيين، يا ريت والله، يا ريت اللي يوقف البوابة ليبي ويفتش في ليبي. الإشكالية أن السوري يفتش في ليبي وتركماني يفتش في ليبي ويقول له افتح السيارة ونزل مرتك وخليني نخش دار نومي. ويعني هذه قصة خلاص الآن أصبحوا في المعسكرات وربما تصرف لها أرقام وطنية وأرقام عسكرية. نعم. معسكر صلاح الدين الذين وصفوا القوات المسلحة بأن احتلت المعسكر. بينما هذا حق شرعي للقوات المسلحة أن تسيطر على معسكراتها. يعني عصابات أخلوا المعسكرات والآن أصبحت مرتع للمرتزقة السوريين والإرهابيين الآن في طرابلس. أعود إليك دكتور مختار الجدال لإكمال ما تفضلت به. أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف من بنغازي الأستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني. يرحب بك أستاذ خالد.
أهلا بك وبضيفك كريم. نعم أستاذ خالد، كيف تابعت المشهد الحالي؟ تصعيد عسكري سياسي، تحشيدات من قبل الغزو التركي في مناطق التوتر هناك بمدينة مصراتة، الوشكة، بوغريم، بويرات الحسون، وفي المقابل الجيش الوطني أيضا يدعم صفوفه بدفاعات جوية وسلاح جو ربما قادر على قلب الموازين ليس في المنطقة الوسطى فقط إلى ما بعد المنطقة الوسطى حسب ما صرحت مصادر عسكرية. كيف تراقب أو تصف المشهد الحالي في المنطقة الوسطى تحديدا في خطوط سرت الجفرة؟ على كل حال ربما ستكون المقدمة هي معركة سرت الكبرى كما أحب أن أسميها وليست القرظبية، باعتبار أنهم لن يصلوا إلى القرظبية، وإن وصلوا إلى القرظبية إذا نكون قد بدأنا في التقهقر. لن تكون هناك قرظبية، تكون هناك معركة سرت الكبرى. وما رأيته في خطوط التماس، ما رأيته في حور سرت، نبيني بأن هناك أسود لن يسمحوا بأي اختراقات لصفوفهم، بل على العكس ستكون الدائرة على الأطراف، ستكون الدائرة على غرف عملياتهم في الوشكة، في بوغرين، وفي السدادة تحديدا، كذلك في المحمية التي تجاور السدادة إلى بوغرين، حيث تقع غرفة العمليات الرئيسية لطيرانهم المسير وللأتراك. كل ذلك أعتقد أن قواتنا المسلحة قد جهزت نفسها لمعركة كسر عظم مع القوات الغازية، وانتشرت القوات الخاصة في مناطق عدة من سرت وكذلك في الجفرة، بالإضافة إلى شبابنا ورجالنا الذين رأيته كأسود يذودون عن الوطن. نعم. ولن تكون هناك إلا شيء وهي أن المعركة القادمة بعد معركة سرت ستكون تحرير غرب البلاد بالكامل. أردوغان اللطمة التي لم يتم التركيز عليها ولم تعطى لها الأهمية الكبرى هي معركة 6/6/2020. هذه المعركة لقنا فيها الأتراك والمنتزق السوريين والحشد الميليشياوي درسا لا ينسى. كانت عرباتهم المحترقة على طول الطريق من سدادة إلى سرت، حتى أنهم دخلوا قبلها بسيارة مدنية إلى جزيرة الزعفران ليتصوروا فيها ويقولوا أنهم بدأوا الدخول إلى سرت، ولكنهم لقنوا درسا، دمرت آلاتهم، قتل أكثر من 250 قتيل في هذه المعركة. لا. وكذلك تم إسقاط أكثر من 6 طائرات مسيرة حاولت مساندة هذا الهجوم الفاشل في 6/6. هذا الهجوم الذي لم يذكر كثيرا ولم يتم التركيز عليه كان من أهم المعارك التي حدثت بعد تراجعات القوات المسلحة إلى حدود مدينة سرت. وبالتالي الآن بدءا من مطار أو قاعدة جمال عبد الناصر في طبرق إلى الخروبة إلى مطار بنينة إلى القرظبية إلى الجفرة، قاعدة تمن هند، كلها مجهزة بطيران، ونحمد الله على وصول كثير من الطائرات بعد صيانتها وبعد تجهيزها، دخولها للخدمة مجددا، قادرة على ضرب العمق الذي يحتمي به هؤلاء المرتزقة والحشد الميليشياوي. ستكون معركة سرت إن بدأت هي معركة الفصل في تحرير ليبيا. هذا الكلام بإذن الله سيكون شاهدا عيان له كل الليبيين وكذلك الدول بما فيها تلك الدول التي غضت الطرف عن دخول المرتزقة، عن دخول السلاح التركي، عن دخول الطيران التركي تحت برلين ومخرجات برلين. نعم. أعتقد أن العالم سوف لن يستطيع أن يقول شيئا إذا تدخلت بشكل أو آخر قوى أخرى تقف معنا في نفس الخندق في مواجهة المرتزقة، في مواجهة التكفيريين، في مواجهة أمنها القومي. طيب اسمح لي أستاذ خالد فقط لنستثمر الوقت في هذه التغطية، أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ فاضل حسين من العاصمة التونسية تونس مباشرة. نرحب بك أستاذ فاضل.
تحية لك سيدي الكريم ولكل ضيوفك الكرام. نعم أستاذ فاضل، من خلال متابعتك للمشهد الليبي، في السابق كانت حرب هجينة تخوضها القوات المسلحة إمدادات أكثر من 1200 كيلومتر للأسلحة ولتمويل القوات المسلحة، الآن الحرب محصورة في منطقة واحدة، كافة أو الثقل بالكامل الآن للقوات المسلحة، ضباط وضباط صف وجنود وكافة الأركان الآن موجودة في منطقة واحدة لصد الغزو التركي إذا ما أقدم على الهجوم على المناطق التي وضعت كخطوط حمراء لهذا العدو. كيف ترى هذه الحرب من وجهة نظرك؟ حملات على الأمة يعني سبقها التتار والمغول والكل، يعني الحملات عندما يعني وصلت لقلب الأمة أو الضلع الحقيقي للأمة العربية إن صح التعبير وهي مصر، تكسرت كل الحملات. هذا حب نطمن كل المشاهدين كل المستمعين، الحملة الغربية هذه بقيادة الأنجلو أمريكاني إسرائيلي، لأن يعني التركي هو وكيل حصري بالنسبة للمشروع الغربي الأمريكي الإنجليزي. نعم. اللي هو كان الوكيل الأول لإسرائيل، والآن الوكيل الثاني هو الحصري هو التركي العثماني، أحد البيادق الآن في الشطرنج في الشرق الأوسط. نعم. لا تستطيع عليه إسرائيل أن تحاول مشروع يكمل التركي العثماني، طبعا بطابع إخواني طبعا، لأن هو الهدف في نهاية المطاف هو تقسيم الأمة، ولايات كل يعني شخص يأخذ ولاية، وهذا هو التقسيم. أيضا يصل عملية التطبيع مع إسرائيل، لأن هذا ما تستطيعش إسرائيل، لكن عندما تتكسر الضلع الأخير لمصر الجيش المصري سوف تسهل كل الأمور، هي التطبيع مع إسرائيل، هي فتح الأسواق، هي ممنوع التنمية، ممنوع كل الأمور هي تمر. بالإضافة لآخر مطاف يتوجه بالمسلمين للقتال الملحدين اللي هو الصين، هذا هو التدبير الأمريكي الإنجليزي. هذه هي لازم نفهم المعادلة من خلف، هكذا تكون الأمريكي والإنجليزي وراء العملية وراء المشروع هذا. طبعا لا يستطيع في العلن ولكن يبدأ في الأمور، والوكيل الحصري خاص به هو التركي الآن. على كل أنا متأكد شبه متيقن يقينا أنه سوف يتكسر المشروع، لأن عندنا سابقة في التاريخ التتار والمغول تكسروا على أبواب مصر، لازم نفهم. والضلع الأخير هم الآن مستهدفين الأمة، الضلع الثلاثة تم تكسيرها اللي هو الضلع العراقي، يعني بناء القومية العربية إن صح التعبير، الجامعة العربية بنيت على ثلاثة أضلاع، العراق سوريا مصر. الآن تخلصوا يعني من العراق، أيضا سوريا تم تقعقر قواتها، الآن الهدف الأخير والضلع الأخير هو مصر، الهدف هو مصر، لأن يعني لو تكسرت مصر سوف الأمور كلها تذهب يعني يعني بشرب ماء، يعني يسهل المشروع الغربي يعني يتلاعب بالأمة كما يشاء. ولكن نقول لك أنا العثماني هو سوف يتكسر على أم المعارك، إن صح التعبير سرت أم المعارك. أنا متأكد أن الجيش المصري سوف يكون حاضر بالإضافة إلى قوات المسلحة العربية الليبية، هي طبع قومي. نعم. لن تتسامح، وتاريخ الشرق الليبي معروف النضال والجهاد ولن يرضى، ولكن أكد لك أنا أطمنك أن الأمة العربية ستنتصر، وهذه المعركة حتكون فاصلة. تصور أنت لو أنت بإذن الله حتنتصر مصر، سوف تكون نقلة نوعية ليس لليبيا ولمصر بل الأمة العربية. نعم. لأن مصر مكبلة، عندها عقد يعني مكبلينها بشوية عقد يعني قيود وإعانات، ولكن العقدة هذه لو تكسرت سوف ترى أشياء كثيرة تفرح العالم العربي، يعني نعم. حتى الدول العربية سوف تتشجع أكثر، الجامعة العربية سوف تشفى من المرض اللي حايط بها الأمة. المعركة هذه ما نخشاهاش، نطمنكم هذه يعني وكأن يعني يعني صح وصحيح فيها حرب وفيها دماء، لكن فيها نقلة نوعية للأمة العربية، وهذه فيها فوائد كبيرة للمسلمين العرب بإذن نعم. الله. نعم، ابقى مع الأستاذ فاضل حسين، سأعود إليك، أنتقل مجددا للأستاذ مختار الجدال بخصوص زيارة القائد العام أو الفريق كينيث ماكنزي القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، ولقائه برئيس الأركان المصري الفريق أول محمد زكي، أثنى على جهود القوات المسلحة المصرية وتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب، وربما سيكون هناك تطور عسكري أمريكي مصري في التدريبات القادمة المصرية للضباط المصريين والعسكريين والتعاون العسكري في الملف المصري بالمنطقة بالكامل، دلالات هذه الزيارة. والله أعتقد أن الأمريكان يلعبوا في لعبة بصراحة، يعني خلينا نحكي لك، الأمريكان هم اللي يدعموا في تركيا، وتركيا معاهم في حلف الناتو، والأمريكان لما شافوا الجيش يحضر في روحه والمصريين وتسعان بالجيش المصري ذهبوا الجيش المصري،
ما معنى ذلك؟ يعني شنو هذا؟ شنو يقصدوا بذلك؟ هل هم راضين بدخول الجيش المصري؟ هل هم الآن تحول الأمريكان ضد الأتراك؟ أسئلة هذه محتاجة إلى بصراحة محتاجة إلى إجابات. يعني الأتراك من اللي مشجعهم على احتلال غرب ليبيا؟ احتلال، مش من اللي شجعهم؟ شجعهم الأمريكان. السفارة الأمريكية أو الأمس أصدرت بيان وتحكي فيه على سيطرة الأتراك وضد الجيش. اليوم الأفريكان جايين وماشيين لمصر. يعني في لعبة يلعبوا فيها الأمريكان غير مفهومة صراحة، غير يعني احنا البسطاء يعني ما نفهموش في السياسة إلى درجة، لكن بالتأكيد في شيء. أما أن الأمريكان أيضا انضموا للاتحاد الأوروبي ويريدون الإيقاع بتركيا في سرت، وهذا اللي الآن الواضح، لأن الاتحاد الأوروبي اليونان فرنسا قبرص إيطاليا قبرص يعني يقولوا في كلام أنهم هم ضد الأتراك وأن الأتراك متعارض مصالحهم في شرق البحر المتوسط ما وأنهم هم داعمين للجيش. وسيكون هناك تصريح وزيرة الدفاع الفرنسية أو الأمس تقول أن القائد العام للجيش هزم الإرهاب وهزم الدواعش وهزم يعني الكلام. اليوم الأمريكان في زيارتهم لمصر أعتقد أنه هو للتنسيق فيما بينهم. الأفريكان ما دي رأي قوة أمريكية في أفريقيا معروفة، لكن هل التنسيق مع المصريين؟ هل إقلاع المصريين بعدم الدخول؟ هل يعني هذه أشياء لابد من الناطق الرسمي للجيش أنه هو يوضح للناس، يعني يخرج ويوضح للناس ما مهمة الأفريكان في مصر، وما مهمة وما وكيف الأمريكان يساعدون الأتراك. يعني هذه أشياء لابد أن يوضحها للناس، لأن الناس بصراحة قاعدة في دوامة مش فاهمة من اللي معانا من اللي ضدنا. فرنسا معانا، روسيا معانا. اليوم في خبر أمس انتشر أن في نشر لوحدات الدفاع الجوي الصواريخ S-300 ويوكا هوك قصدي هذا منو اللي نشرها؟ هل هو الجيش المصري شراها من الجيش الليبي؟ ما هو لابد الناس تفهم هذه الأشياء. أعتقد أنها أمور عسكرية، أمور عسكرية خاصة، هي أمور عسكرية العسكري. وأيضا المتحدث الرسمي باسم القائد العام والقوات المسلحة الليبية صرح بأنها عمليات سرية جدا تحت بند السرية الآن تعمل في المنطقة الوسطى. ربما هناك تكتيك آخر للقوات المسلحة لا يفصح عنها كما تعودنا في كافة العمليات، ليست هذه العملية فقط. هذا شأن عسكري بحت سنخوض فيه في تغطيات خاصة أخرى ربما مع سيادة العميد خالد المحجوب أو المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية لواء أحمد المسماري. في كلمة أخيرة أنتقل لأستاذ أستاذ خالد الترجمان مرة أخرى، كيف تبعت زيارة وفد القبائل الليبية الآن إلى العاصمة المصرية القاهرة؟ نعم أستاذ خالد. نعم أعود إلى أستاذ فاضل حسين من العاصمة التونسية تونس. سؤال موجه لك أستاذ فاضل، كيف تبعت زيارة الوفد الليبي أو وفد القبائل الليبية للعاصمة المصرية القاهرة للتباحث حول الأوضاع الأمنية في ليبيا في هذا الشأن أو تحديدا في ما يسمونها المعركة الكبرى الآن؟ في دقيقة واحدة لو سمحت. سيدي كريم، لازم يتم تنسيق بالنسبة للقوة نعمة، ولكن حب أشير لنقطة هامة سياسية. الأمريكي الآن حيحاول يلعب أنه ينزع سرت حق منطقة محايدة، وهذا نحذر منه. حذاري أن ينجح الأمريكي والإنجليزي في انتزاع سرت كمنطقة محايدة. هنا يبدأ خطر، وهنا فعلا الجيش الليبي خسر المعركة، لأن منطقة محايدة حيصبح إقليم رابع. حذاري، لأن الغرب الليبي التركي الإنجليزي والأمريكي لن يستطيع إقامة دولة في الغرب الليبي بدون سرت. لكن لو استطاع، لو انتزع سرت يستطيع قيام دولة، لأن سوف في مساحات المناورة على الترواتيجة بر البترول. ولكن هذه المرحلة الثانية، الخطة الثانية الأمريكي والإنجليزي، أنا أوريك تفكير فلسفة الإنجليزية. الخطة الأولى جغرافية، نعم سوف يسعى لانتزاع سرت كمنطقة محايدة.
هني في خطورة جدا، لأن منطقة محايدة تصبح في إقليم يعني دولة ثانية سوف تناكب الشرق وسوف تنتزع منا أشياء كبيرة وتصبح هي الرأس الغربي الجديد بدل تكون التركي العثماني اللي هو العرقي المصري. نعم الأستاذ فضل حسين المحلل السياسي التونسي، كنت معي من العاصمة التونسية تونس مباشرة عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. اسمح لي أن وقت الحلقة قد انتهى، أشكر أيضا دكتور مختار الجدال أستاذ التاريخ، فقط في أقل من دقيقة فقط أستاذ مختار. المواجهة في المواجهة هي حلقة من حلقات سلسلة حرب العرب مع الأتراك، بداها من يحيى بن يحيى السويدي، غوما المحمودي، منصور سوق الدين، إلى عبد الجليل سيف النصر، إلى يعني هذه المعارك بيننا وبين الأتراك من 1550 نعم طويلة عبر التاريخ. نحن تحاربنا مع الأتراك وانتصرنا عليهم في كل مرة وسوف ننتصر عليهم هذه المرة أيضا بعون الله. أشكرك جزيل الشكر الدكتور خالد مختار الجدال أستاذ التاريخ بالعلوم بالجامعات الليبية، كنت معنا في الأستوديو. كما أشكر أيضا الأستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، كنت معي عبر الهاتف من بنغازي. مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية الخاصة، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.